السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدين قنوات الدوري والكاس، أسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقيكم اليوم من ميدان التحدي. اليوم شوط نغير، شوط النخبة، شوط الإثارة، شوط الندية اللي بتكون فيها أكيد تغيير مراكز. نتمنى التوفيق طبعا لكل الصقاقير وأن الله يوفقهم، ولكن عندنا أسماء اليوم اجتمعت على ناموس، اجتمعت على قوة إداء، اجتمعت على محافظة على مستوى. نتمنى نحن إن شاء الله نفس الكلام اللي سمعناه برا نشوفه اليوم في ميدان هدد النخبة. الله يوفقهم. طبعا بداية أرحب أخي اللي غاب عنا يوم، سعد بن أحمد الحمدان المهندي. الله يصبحك بالخير يا سعد. الله يصبحك بالنور يا أبو سيد، حالك طال عمرك. طيب إن شاء الله خليتنا يوم، لكن إن شاء الله أنك جاينا بالعلوم الطيبة إن شاء الله. بالخير إن شاء الله. سعد، طبعا النخبة والدعو عندك إن شاء الله، وأنت عارف خبايا الطيور دي كلها وعلومها وعلوم الربع المشاركين. صحيح. فنبغيها تبغيها. الله يسلمك. اليوم طبعا شوط قوي، شوط إثارة. أكيد طال عمرك في ثلاث مراكز. صحيح. عندك 25 طير. نعم. أتمنى التوفيق للجميع. اللهم آمين. طبعا الأجواء مناسبة جدا، مناسبة لكل الطيور ولا لبعض الطيور؟ للكل. 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 الشاهين والحر. الشاهين والحر. ممكن تأثر شوي على الشاهين؟ على البعض، مو بكلهم، لان بعض الشواهين ممكن يلعب، يحب الهواء، يزغيه الهواء شوي. صحيح. لكن في الاخر فيه ايام قويه اليوم. نعم. وما في خطا طبعا. احنا اليوم اللي بيخطي الطير اللي بيغلط خلاص بيدخل عليه اللي وراه، ما عاد له سماح على قولتهم. وبعدين بسعيد حط في بالك شيء واحد، جميع اللي وصلوا حق النخبه هم راضين، لأنه كان الهدف مالي وصل النخبة. نعم. فحين توفيق عند رب العالمين إن شاء الله. مع الأبطال. مع الأبطال المميزين. صحيح. يعني نتمنى لهم التوفيق. طبعا إحنا عندنا مشاركاتنا اليوم خليجية. صحيح. سعودية، إماراتي، قطرية، من البحرين. ناقصنا بس إخواننا في سلطنة عمان وفي دولة الكويت. إن شاء الله هم مقبلين إن شاء الله بخير. بيلقون الطيور إن شاء الله اللي تدخلهم إلى مستويات النخبة. ما نبغي يعني نظلم بعض الطيور، ولكن التوقعات اليوم تنصب في طيور معينة. صحيح. لها حضور. وش اللي ممكن من الطيور حتى لو سميناه إحنا اليوم في ختام نخبة والنهائي له خلاص جائزة، شوط أو مركز أول ثاني ثالث، توقعات؟ شوف أبو سعيد، طبعا أتمنى توفيق للجميع. اللهم آمين. يعني أنا عندي قراءات، عندي استبيان مسوي. نعم. مع الشباب. نعم. وأتمنى توفيق للجميع إن شاء الله. عندك، أنا أكلمك من الشواهين الذيب والحاسم، ومن الحرار رعد وهداد، هذا عليهم حروة قوية على المركز. هداد رعد طير بالنايفة. صحيح. وهداد طير عمان العمري. طير القطامي. صحيح. طير القطامي الله يوفقهم. إيه. طبعا احنا يسعدنا انهم تكون المشاركات الخليجية، الشباب كلهم يدعم الثاني اصلا بالاحتكاك، بالتواصل مع بعض، بحضورهم الى الميادين اللي تطلع الطير الطيب إن شاء الله، وهم يتعبون عليه. لكن يعني توقعاتك ان ممكن ان الشوط يروح الى واحد من الميادين الخليجيه ولا يتم في ميدان مرمي؟ توقع بيتم في ميدان مرمي. بيتم المركز الاول. بيتم هو الاساس المركز الاول. بيتم ان شاء الله. الثاني والثالث ما عادها بال توقع بغادر الثاني. ثالث. الثالث بغادر. ثاني والثالث. ثاني والثالث بغادر. الأول إن شاء الله في الدوحة. حن نقول نتمنى التوفيق للجميع. للجميع إن شاء الله. ولو غادر الأول في هذه قسمة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وهم يستاهلون. يستاهل. ما هم ماخذه إلا طير يستاهل، لكن ما تتوقع أنه يدخل طير كان مستبعد من التوقعات. يدخل ليش لا؟
نشوف طبعا استعدادات الربع ونشوف ممكن يدخل لك طير ابو سعيد احنا ما ذكرناه. ما ذكر اسمه مع الطيور، هو دخل النخبه لكن كان العيون شوي متعديته. اعتقد ان الربع هنا يشوفون الميدان، هذا اعتقد محمد الماضي من فريق الشحانيه، عادهم بدون طيور الحين جايين، لكن لازم يشوفون الميدان. ما ادري هم يقرون على الميدان ولا لا، لازم نشوف الميدان شوف حتى يعرفون وين يوقف. نعم. الداعي صارت احترافيه، صار خلاص حتى انه يدخل الميدان يشوفونه يتساعدونهم ويا حتى اللجنه. صحيح. لو صار ان في شيء من الملاحظات شافوه اخوانك بلغوا اللجنه وصار عليه التعديل اللازم له اذا فيه تعديل. صحيح. فنشوف بعد نائب رئيس المهرجان عبد الوهاب نعمير. تأكدوا سيد ما راح يبدون لين يكون الميدان جاهز. نعم كل ميدان جاهز، يكون المكان كله إن شاء الله مرتب وعلى ما يبغونه، لأن اليوم ما عاد فيه ما عاد فيه نقاش ولا عاد فيه على قولتهم وساعة بال، لأن عاد قدامي أشواط ولا عاد قدامي سابقة. خلاص اليوم وصلنا إلى يوم الحسم، إلى يوم الحسم، إلى أني أحط الكاس وركز الطير في جنبه بإذن الله. الله يوفقنا وياه، الله يوفق الجميع إن شاء الله. شوف طبعا أكيد إن شاء الله بتكون هناك تهاني، بيكون هناك اجتماع، بيكون هناك ود بين الإخوان إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد كلهم في انتظار أنهم يجهزون ويبدون إن شاء الله. الحين الساعة 8، شوف الأشبال موجودين وهم إن شاء الله أبطال إن شاء الله المستقبل. أحمد بن صالح المقلوم ما شاء الله، اللجنة كلها حاضرة موجودة كلها اليوم، ما ود حد يغيب للعلم ترى، حتى اللي مهو بداخل في المسابقة بحضر، يبغي يتفرج يبغي يشوف. صحيح. هوانا شنو أبو سعيد؟ والله هوانا شوف، هو هوانا شرقي غربي، هوانا غربي، لكن المتسابق أو راعي الشوط لا تنشده وش الهواء، لأنه وده أن الجو سكينة ما فيه ولا شيء علشان خلاص يقطع العذر. لكن نسأل الله أنه يوفقنا وياهم. أشوف أن الشباب إن شاء الله، أعتقد أن هذه بداية إن شاء الله، يستدعون المتسابقين. طبعا المتسابق الأول عندنا هو أعتقد فهد بن جابر بن سعيد الهندي المري من المملكة، هذا بطل الشوط الخليجي. نعم هذا بطل الشوط الخليجي. اللي وراه موفق الحر. نعم اللي هو حمد أحمد بن مجرم. الشيخ مقرن الله يوفقه. عقبه محمد بن خباب مخلف، محمد بن علي بن منصر القائد الغياثين، بعد الأم سفن، عبد الله بن عامر بن دية النوف. النوف ما سوي شيء، دخل ثالث ثالث يعني أعتقد النوف ثالث. زين ممكن النوف أنه اليوم بس عامل الجو كان بسعيد ولا الذيب أقوى؟ الذيب أقوى. صحيح. يعني أنا قلت لكم من شوي الحين عندنا بعد أحمد بن محمد بن برغش، طبعا أحمد بن برغش عليه ترشيحات. صحيح. من الكل على الصغيرة. صحيح. طير من السعودية، بشكيك بعد طير رميزان. نعم طير رميزان بعد كلام عليه واجد. يعني أنا المشكلة ما نقدر نعدد الطيور دي، لأن كل طير منها ماخذ حقه في الترشيح. نشوف خيمة المتسابقين ونشوف حضور الوالد حمد سعيد بن حمد الجميلة. طبعا سعيد بن حمد الجميلة الأب الروحي لصقاقير مرمي كلهم. الحمد لله اللي شفناه. نعم والحمد لله اللي حضر، وإن شاء الله حضوره إن شاء الله ناموس. ناموس إن شاء الله، ودعم شاء حق الله المتسابقين كلهم. جعله يسلم. الله يحفظه أبو حمد. عز الله أنه دعم ومن أكبر الداعمين، حضوره تواجده مع عياله وإخوانه الصقاقير.
هذا بروحه يعني دعم للجميع وعطاء حافز زايد لحب الصقارة. نعم أبو حمد دائما دائما طيبه مغطي الله يطول بعمره علينا احنا كصقاقير وحضور يا ما بسبوك هدى في المسابقات ما شاء الله. أنا أشهد أنا أشهد أكيد إن بيكون في هناك بينه وبين بعض الصقاقير بعض السوالف من الطيور ومن السبق ومن يأخذون رايه أكيد 100% معرفته والخبرته والحضوره المتكرر في الميدان. طبعا حن عندنا مسابقة النخبة الدعو وعندنا شواهين صلى الله على محمد والله يحفظهم ويبارك لهم ونشوفهم في سماء الدولة إخواننا المظليين الله يعطيهم العافية يحفظهم وهذه مسابقتهم والله يوفقهم ويحفظهم يا رب العالمين يجعلهم إن شاء الله حماة للوطن. آمين إن شاء الله. طبعا نشوف استعداد الإخوان في نقطة البداية تجهيز الله يوفقهم. ظهر المتسابقين كلهم بأحمد أنهم كلهم يمرون الميدان لازم. هل هو مراقبة الميدان هل هو استعجالا لبداية الشوط ويعني حماس وتوتر خلاص توتر من توتر ما يقدر ها يعني التوتر هو اللي غلط أكيد. الله يوفقهم يوفقهم إن شاء الله. كان هم يبتدون كان هذا بداية للطير أعتقد معنا واحد من إخوان المعلقين إن شاء الله نحن بنشوف بداية إن شاء الله انطلاقة تكون قوية وزينة. هذا فهد بن جابر بن سعيد الهندي المري متسابق من المملكة العربية السعودية نقول فاله إن شاء الله التوفيق والناموس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان من مهرجان مرمي 2024 في الشوط شوط النخبة الشوط المرتقب الشوط المنتظر شوط جمع أبطال العالم في دولة قطر الحبيبة هنا في مهرجان مرمي 2024 مع أول انطلاقات هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام فهد بن جابر بن سعيد المري بسم الله وعلى بركة الله بسم الله نبدأ باسمه نستعين منه نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام يحضر هنا فهد بن جابر بن سعيد المري من المملكة العربية السعودية وهنا جلاد مع أول المنطلقين معنا في هذا الشوط. الله يا أبو جابر الله عطني التوقيت الزمني 23980 جزء من الثانية نتمنى لك التوفيق بإذن الله. أول المتسابقين معنا في هذا الشوط نعم مشاهدينا متابعينا الكرام يحضر هنا بطل من أبطال هذا الشوط شوط النخبة شوط القرانيس أبطال العالم يجتمعون هنا في مهرجان مرمي 2024 هنا في الشوط المنتظر شوط النخبة. يحضر هنا حمد بن أحمد بن الشيخ مقرن بن محمد المرر حاضر من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا موفق موفق الإنجازات موفق البطولات
يلا يا بطل نتمنى لك التوفيق بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام، يحضر هنا حمد بن أحمد بن الشيخ مقرن، الله الله يا موفق موفق، حاضر من دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبا بالرمز الغالي، مطالبا بشوط النخبة، الله يا موفق. 20 300 83 مركز أول إلى الآن، موفق للمالك حمد بن أحمد بن الشيخ مقرن. الله 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 يا بطل نتمنى لك التوفيق بإذن الله. توقيت زمني مميز، نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام المتسابق القادم معنا في هذا الشوط، حاضرا ومشاركا معنا من دولة قطر الحبيبة، هنا محمد بن خباب بن مجرن النعيمي، وهنا مخلف لمن تذهب السلامات اليوم. هل سوف يبقى الكاس في أرض قطر أم سيغادر؟ أبطال الخليج يحضرون هنا في مهرجان مرمي 20-24 في شوط النخبة، الشوط المنتظر. الله الله الله، نعم مشاهدين الكرام، شوط النخبة قرنيس حرار وفروخ، نتمنى للجميع التوفيق والسداد يا رب العالمين. نعم في مهرجان مرمي 20-24 نتمنى للجميع التوفيق والسداد يا رب العالمين. أبطال اجتمعوا، أبطال يتنافسون على المراكز الأولى، نتمنى للجميع التوفيق والسداد يا رب العالمين. كما نشاهد مشاهدينا متابعينا الكرام المتسابق القادم محمد بن خباب النعيمي حاضرا معنا في هذا الشوط ومتأهلا معنا في هذا الشوط، ما حضر إلا طير بطل، ما حضر في الشوط هذا إلا طير بطل، ويلا بالتوفيق. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام الانطلاقة القادمة معنا في هذا الشوط للمالك محمد بن خباب النعيمي. هذا مخلف، هذا مخلف، مخلف يا مخلف، يلا بالتوفيق يا بن خباب لمن تذهب السلامات اليوم. الشوط حاير، شوط جمع أبطال الخليج وأبطال العالم هنا في مهرجان مرمي 20-24. نعم مشاهدين الكرام، هذا محمد بن خباب بن مجرن النعيمي، وهنا مخلف، مخلف يقول الشوط ما رح يطلع بإذن الله من قطر، الشوط سوف يبقى هنا في ديرة أهل الحمية. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام، مخلف البطل، مخلف الإنجازات، محمد بن خباب بن مجرن النعيمي، يلا يا بطل، يلا يا مخلف، نتمنى لك التوفيق. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام، يحضر هنا محمد بن خباب بن مجرن النعيمي هنا في شوط النخبة، شوط الأبطال، يلا يا مخلف، بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه، بسم الله عليه. نعم مشاهدينا الكرام، يحضر هنا محمد بن خباب بن مجرن النعيمي، مخلف البطل، مخلف الإنجازات، مخلف الرموز، الله الله، لن يتنازلون أبطال قطر عن هذا الشوط. الله الله يا مخلف، مخلف مخلف مخلف، الله الله، مركز أول مشاهدينا متابعينا الكرام، 19-945 جزء من الثانية، هذا التوقيت الزمني لمخلف. الشوط ولع يا أخواني، الشوط ولع، 25 بطل يتنافسون على شوط النخبة، حضروا من جميع دول العالم للمشاركة في هذا الشوط. الله 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 يا مخلف، نتمنى لك التوفيق. ولكن مشاهدينا متابعينا الكرام، يحضر هنا محمد بن علي بن منصر الغياثين، هذا امسفن، يلا يا مهجد، نتمنى لك التوفيق. بطل من أبطال دولة قطر الحبيبة، مطالبا بالرمز، مطالبا بالفوز، مطالبا بهذا الشوط، يلا يا بن منصر،
يلا يا مهجد نتمنى لك التوفيق بإذن الله بسم الله وعلى بركة الله. نعم مشاهدين الكرام محمد بن علي بن منصر الغياثين الله أمسفن الشوط ولع الشوط ولع لمن يذهب هذا الشوط المرتقب المنتظر شوط النخبة شوط الأبطال الله 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 الله, الله يا بن منصر التوقيت الزمني 21:524 جزء من الثانية هذا التوقيت الزمني لأمسفن للمالك محمد بن منصر الغياثين نتمنى له التوفيق بإذن الله. نشوف ونترقب المتسابق القادم مشاهدينا متابعينا الكرام في شوط النخبة شوط جمع أبطال الخليج هنا في مهرجان مرمي 2024. نتمنى للجميع التوفيق والسداد يا رب العالمين. حضور مميز في هذا المهرجان جماهير نتمنى للجميع التوفيق بإذن الله المتسابق القادم. الله 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 يحضر هنا عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي هذا النوف النوف يا النوف عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي المرشح لهذا الشوط بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه ما شاء الله لا إله إلا الله. نعم مشاهدين الكرام محتمي للشوط بن ديه الكعبي محتمي للشوط بن ديه الكعبي النوف 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 بطل قطر يحضر هنا معنا في هذا الشوط يحتمي للشوط الله سلام بلدية سلام سلام يا ابو عامر سلام عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي الله يا ابو عامر الله يا ابو عامر محتمي للشوط هذا اليوم محتمي للشوط ابو عامر مشكور على هذا الاداء بطل من ابطال دولة قطر يقول الشوط ما راح يطلع ابو ناصر الشوط سوف يبقى في قطر الله 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 يا بن ديه مشكور على هذا الحضور مركز اول الى الان النوف للمالك عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي 19749 جزء من الثانية توقيت مميز لهذا البطل معنا في هذا الشوط. نشوف ونترقب مشاهدينا الكرام المتسابق القادم معنا في هذا الشوط حميد بن محمد بن برغش المنصوري الله 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 تحضر هنا الصغيرة للمالك حميد بن محمد بن برغش البرغش المنصوري بطل من أبطال المملكة العربية السعودية ومطالبا بهذا الشوط مطالبا بهذا الرمز الغالي يلا بالتوفيق يا أبو محمد. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام الانطلاقة القادمة معنا في هذا الشوط شوط النخبة نتمنى للجميع التوفيق والسداد يا رب العالمين في مهرجان مرمي 2024 كما نشاهد مشاهدينا متابعينا الكرام أصحاب المراكز الأولى إلى الآن المركز الأول عبد الله بن عامر بن محمد بن ديه الكعبي بتوقيت زمن 19749 المركز الثاني محمد بن خباب النعيمي بتوقيت زمن 19945 المركز الثالث حمد بن أحمد بن الشيخ مقرن 20:383. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام حضرت هنا الصغيرة من المملكة العربية السعودية حميد بن محمد بن برغش المنصوري الصغيرة وما أدراك ما الصغيرة. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقة هذا البطل معنا في هذا الشوط بقيادة أحمد بن تركي العتيبي يلا يا أبو تركي نتمنى لك التوفيق بإذن الله. هذه الصغيرة صاحبة سيف المؤسس تحضر هنا في مهرجان مرمي 2024. نعم مشاهدينا الكرام ما حضر في هذا الشوط إلا بطل ما حضر في هذا الشوط إلا طير حصل على رمز الله الله يا الصغيرة
بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه. نعم مشاهدين الكرام، حميد بن محمد بن برغش المنصوري هنا الصغيرة 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 حاضرة من المملكة العربية السعودية، مطالبة بالرمز، مطالبة بشوط النخبة. سلامي عليك أبو تركي، سلام. الله الله، عطني التوقيت 20802 جزء من الثاني، هذا التوقيت الزمني للصغيرة. نتمنى لها التوفيق بإذن الله. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام الانطلاقة القادمة معنا في هذا الشوط. هذا عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري، نتمنى لها التوفيق بإذن الله. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام الانطلاقة القادمة معنا في هذا الشوط. أبطال الخليج وأبطال العالم اجتمعوا هنا في مهرجان مرمي 2024. نتمنى للجميع التوفيق والسداد يا رب العالمين. يلا بالتوفيق ويلا بالفوز. هذا عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري، نتمنى له التوفيق بإذن الله. بطل من أبطال دولة قطر ومطالبا بهذا الشوط. نشوف ونترقب. يلا يا بن قطيان، فك سبوق وعلمه يكسر التيم اللي على كسب النواميس ضاري. نشوف ونترقب مشاهدينا الكرام احتمول الشوط هالقطر، احتموله بإذن الله. يقولون الشوط ما راح يطلع بإذن الله أبو ناصر، ولكن الشوط باقي فيه أبطال. لمن يذهب الفوز اليوم ولمن يذهب شوط النخبة اليوم؟ يلا يا بن قطيان. عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري بطل من أبطال دولة قطر ومشاركا معنا في هذا الشوط ومتأهلا معنا لشوط النخبة. نشوف ونترقب مشاهدينا الكرام. بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه. نعم مشاهدينا الكرام، هنا عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري، روح مرواحي سوق التباشير، يلا عسى فاله بصف الاوائل. الله الله يا بن قطيان بن قطيان بن قطيان المري، ابناء قطر يتنافسون على هذا الشوط. الله الله، سلام بن قطيان، سلام. اول 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 يا بن قطيان، مشكور على هذا العرض الغير مستغرب. 19576 جزء من الثانية، مركز اول مركز اول. سلام بن قطيان، سلام، ما قصرت يا بطل. نعم مشاهدين الكرام، هذا كان التوقيت الزمني للمالك عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري في هذا الشوط معنا. نتمنى للجميع التوفيق والسداد. الله الله الله، راعي ذرب حاضر اليوم، راعي ذرب حاضر اليوم. لمن تذهب الفوز اليوم؟ اليوم بين الحرار وبين الشهيد، من اللي ياخذ الشوط؟ الشوط حاير بين الحرار والشهيد وبين ابطال الخليج حاضرين معنا في هذا الشوط. نشوف ونترقب. دخول مميز من محمد بن خباب النعيمي، وهذا ملذوع ملذوع لابن خباب. يلا يا بطل، نتمنى لك التوفيق في شوط النخبة، الشوط المرتقب، الشوط المنتظر، الشوط الحماسي، شوط جمع أبطال العالم في مهرجان مرمي 2024. نعم مشاهدينا الكرام، هذا ملذوع ملذوع بقيادة محمد بن خباب النعيمي، نتمنى لك التوفيق يا ابن خباب. بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه. نعم مشاهدين الكرام، ملذوع ملذوع محمد بن خباب النعيمي. الله الله يا ملذوع، مطالبا بالفوز، مطالبا بالشوط. الله يا ملذوع، نتمنى لك التوفيق. نشوف ونترقب التوقيت الزمني لملذوع 20801 جزء من الثانية. أتمنى له التوفيق بإذن الله. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام. المتسابق القادم وهذا رعي شامة، يلا بتوفيق من عندك، يلا يلا بالتوفيق إن شاء الله. حاضرين من المملكة العربية السعودية مشاركين معنا في هذا الشوط. الله الله،
بطل مملكة البحرين يحضر هنا محمد بن عبد الوهاب بن أحمد الهاجري. الله الله يا أبو عبد الوهاب. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام، نعم مشاهدينا الكرام، يحضر هنا محمد بن عبد الوهاب الهاجري من مملكة البحرين الحبيبة، مطالبا بهذا الشوط. سلامي عليكم يا أهل المنامة، سلام. الله يا الهاجري، الله يا بطل، التوقيت الزمني خطير، عطني التوقيت الزمني 20:251 جزء من الثانية، هذا التوقيت الزمني للمالك محمد بن عبد الوهاب الهاجري. نتمنى له التوفيق بإذن الله. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام المتسابق القادم. يحضر هنا فريق البيرك، هذا المهلهل المهلهل المهلهل، شوط النخبة. يلا بتوفيق من عندك. هذا فريق البيرك حاضر اليوم مع المهلهل، نتمنى لك التوفيق بإذن الله بقيادة محمد بن سعيد الجميلة. وهذا ناصر اليوم حاضر، يلا بتوفيق من عندك. صباح الخير يا ابو سعيد، وصباح الخير يا ابو حمد، كل يهلل ويتعوذ من ابليس ويقول جعل الله يثبت مساره. يا الله بالتوفيق. المهلهل المهلهل فريق البيرق، بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه، ما شاء الله لا إله إلا الله. يلا يا فريق البيرق، فريق البيرق نتمنى لك التوفيق. المهلهل المهلهل خطير على أصحاب المراكز الأولى. الله الله، فرخ متأهل لشوط النخبة. هذا بطل، هذا بطل الطير، الله يوفقه بإذن الله. التوقيت الزمني نشوف نترقب 21:886 جزء من الثانية، أنا أعتبره فائز الطير ذا. فرخ حاضر مع القرانيس وبشوط نخبة، وما تأهل لهذا الشوط إلا أنه بطل. تمنى له التوفيق بإذن الله، وإن شاء الله السمان الجاي يحضر معنا في شوط النخبة قرناس ويحقق مركز ويدخل أول بإذن الله. نتمنى لهم التوفيق فريق البيرق، فريق متألق دائما وأبدا. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام. ممثل دولة قطر يحضر هنا حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. هذا رعد، رعد وما أدراك ما رعد، حذراك حذراك جاك لطام الأشواط، رفت جناحة تفرق الشوط وتشوط. هذا البطل بن نايفة، هذا رعد، رعد بن نايفة بطل من أبطال دولة قطر الحبيبة ومحتمي للشوط هذا. يلا يا رعد، يلا يا بطل. نشوف ونترقب مشاهدينا الكرام انطلاقة هذا البطل معنا في هذا الشوط. يلا يا بن نايفة، نشوف ونترقب مشاهدينا الكرام. رعد يا رعد، حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة يحضر هنا معنا في شوط النخبة ومتأهلا لشوط النخبة. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله عليه. نعم مشاهدين الكرام، يحضر هنا رعد، حذراك حذراك جاك لطام الأشواط، رفت جناحه تفرق الشوط وتشوط. الله الله يا بن نايفة، محتمي لهذا الشوط، لن يظهر هذا الشوط، يقول من قطر يا ابو ناصر لن يظهر هذا الشوط. الله 20:405 الزامن الثانية. أهل الشواهين صعبين يا الربع، أهل الشواهين صعبين، نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. نشوف ونترقب المتسابق القادم معنا في هذا الشوط. ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي. يلا يا بطل، واسم الطير نايف، يا الله بتوفيق من عندك. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام. يلا النعيمي، الشوط ناري، الشوط ناري، هذا شوط النخبة لمن تذهب السلامات اليوم. نتمنى للجميع التوفيق والسداد يا رب العالمين. أبطال حضروا وأبطال يتنافسون على المراكز الأولى.
نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقة البطل القادم معنا في هذا الشوط ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي. نتمنى لك التوفيق بإذن الله. هذه صالة المشاركين والجمهور، نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. بانتظار اللجنة المنظمة في أرضية الميدان لانطلاقة نايف للمالك ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي. يلا يا بطل، نتمنى لك التوفيق بإذن الله. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام، ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي وهذا نايف، نتمنى لك التوفيق بإذن الله. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقة البطل نايف في شوط النخبة. ما حضر إلا بطل، يلا بالتوفيق يا أبو محمد، يلا بالتوفيق. نشوف ونترقب مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقة نايف ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي. يلا يا بطل، نايف يا نايف، نتمنى لك التوفيق بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام، يحضر هنا ناصر بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي. هذا نايف، نايف يا نايف، الشوط شوط نخبة، والله شوط نخبة. نتمنى لك التوفيق بإذن الله، يا الله بالتوفيق ويا الله بالفوز. الله يا نايف، التوقيت الزمني، عطني التوقيت 21.681 جزء من الثاني، هذا كان التوقيت الزمني لنايف. نتمنى لك التوفيق بإذن الله. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام، أنتقل بالصوت والصورة إلى زميلي خالد الجهني لاستكمال شوط النخبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من قطر المحبة والأخاء، صباح الأمجاد والموروث، صباح الخليج العربي وشاطيه، يا صباح نسيم الدوحة، نسيم الدوحة يسوى عند الخليج روحة. سادس الإخوان بالمجلس عزوتهم، عضيد الخليجي خليجي يبري جروحه، يجمعهم الدم وتاريخهم اللي يجمعهم. بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه المتسابق رقم 14 في شوط
صوت النخبة، فريق الشحانية، ذرب يا ذرب، ذرب يا ذرب، ذرب يا ذرب التاريخ. وين اليوم 20 ثانية؟ ذرب الفريق الشحانية. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام، أهلا ومليون هلا بنخبة سقاقير الخليج، هلا ومليون هلا بموروثنا العربي الأصيل، هلا ومليون هلا من دار تميم المجد، يا مرحبا ومسهلا بالجميع. نعم متابعينا مشاهدينا الكرام، شوط غير شوط طال انتظاره، وعاشت جماهير هذا الشوط تترقبه من كل مكان وزمان. الله الله الله، نسيم الدوحة يسوى عند الخليج روحه. الله الله الله، ياهو إثارة ياهو قوة. الله الله الله، تابع يلي تابع وشاهد يلي تشاهد. مهرجان مرمي 2024، مهرجان عالمي عالمي. الله الله الله، محمد بن جاسم بن صالح الكواري، صمصام يا اخواني، صمصام صمصام الانجاز، حان الموعد يا صمصام، صمصام يا صمصام، حان الموعد يا صمصام. ابناء تميم المجد لن يتنازلون عن هذا الشوط. الله الله الله، ابطال الخليج يجتمعون بهذا الشوط بقلب واحد بعزم واحد. الله اكبر يا خليج انضمنا، الله اكبر. محمد بن جاسم الكواري، صمصام اين التوقيت الزمني؟ بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه، صمصام يا صمصام، صمصام البطولات صمصام، بسم الله وعلى بركة الله. هدوه 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 وبسم الله عليه وحواليه، تبارك الرحمن، بسم الله عليك يا صمصام. التاريخ ينادي يا صمصام، التاريخ ينادي يا صمصام. لمن التاريخ في شوط النخبة؟ لمن التاريخ يا صمصام؟ صمصام يا صمصام، بعزم وقوة، بإثارة يا صمصام. التوقيت 21 21، ولا زالوا أبناء تميم المجد يسيطرون على المثلث الذهبي، المثلث الذهبي مع أبناء تميم المجد. لله دركم يا أبطال، لكن نراقب نتابع انطلاقة قادمة وقوة قادمة وإثارة قادمة. نروح مع فهد بن محمد بن برغش البرغش المنصوري. شامة يا أخواني، شامة شامة يا شامة، غشام يا غشام. أبو شيبة على خط النهاية، وشامة تحضر، أبطال المملكة العربية السعودية يحضرون، نتمنى لهم التوفيق يا رب العالمين. شوط يحضر ويجمع أبطال الخليج، نخبة الصقور، نخبة المتأهلين. شوط نخبة، شوط تاريخي، شوط مرتقب من كل مكان وزمان. فحان الموعد يا أبطال، حان الموعد يا أبطال، يا عمالقة. لمن التاريخ؟ لمن التاريخ؟ يا طير يا طير، وكد وانتهض بالجناحين، برخيلك سبوقك وهات المشارة، هات المشارة يا شامة. بسم الله وعلى بركة الله، شامة يا شامة، شامة يا شامة. لمن التاريخ؟ لا تغيرين في مسارك يا شامة، إنه شوط نخبة، شوط الأبطال، شوط الأبطال، نخبة نخبة والله نخبة. شامة يا شامة، التاريخ يا شامة، التاريخ يا شامة. 20 و600، الله الله الله، نسيم الدوحة يا إخواني، نسيم الدوحة يسوى عند الخليج روحه. الله الله، هنا بأرض قطر، أرض الدوحة، أرض والقلوب تجتمع بأرض الدوحة بعزم واحد وقلب واحد. الله أكبر يا خليج انضمنا، الله أكبر. نراقب ونتابع محمد بن خباب مجرن النعيمي، بشاور يا بشاور، بشاور يا بشاور. نراقب ونتابع، نتابع بنخبة سقاقير الخليج يحضرون بشوط النخبة، شوط
مرتغب من كل مكان. يلا يا بشاور جيب البشارة يا بشاور. الله يا بشاور مسار وثبوت. الله ينعمي الله ينعمي. محمد يا محمد محمد يا محمد. بشاور يا بشاور. التاريخ لمن التاريخ لمن التاريخ لمن. على الأعصابك الجميع الأعصاب الأعصاب متوترة بهذا الشوط. بشاور بشاور 20-21 ثانية. ياهو شوط مرتغب ياهو شوط إثارة ياهو شوط نارو شرار نارو شرار يا أخواني نارو شرار. بمهرجان مرمي 20-24 قوة وإثارة. ياهو شوط يرتغبه جميع السقاقير يحضر له جميع السقاقير ويترقبونه من كل زمان ومكان. حضر ابن الامارات العربيه المتحده حمد بن محمد بن حمد بن قطيع بن قطامي العامري العامري. هداد يا هداد يا العامري. بسم الله عليه وحوله. حمد بن محمد بن حمد العامري بقياده هداد. هداد يا هداد. أبناء الإمارات يطالبونك اليوم بهذا الشوط. لمن الشوط؟ الشوط يحتار من يختار بين العمالقة يا أخواني. شوط به القوة والإثارة. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله عليك. هداد يا هداد هداد يا هداد. العامري العامري. أبناء الإمارات أبناء الإمارات. العامري العامري. حمد يا حمد حمد يا أبو محمد. العامري. هداد 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 هداد. التاريخ ينادي التاريخ ينادي. هداد يا هداد. مركز هداد بعالم العشرين. لكن لحد الآن عبد الله بن سعيد المري أبناء تميم المجد يسيطرون على المثلث الذهبي. سلام يا أبو سعيد سلام سلام يا أبو سعيد يا المري سلام. يا مرحبا بالجميع يا مرحبا بالجميع. مرحبا ومليون هلا بنخبة سقاقير الخليج. هلا ومليون هلا بموروثنا الأصيل هذا الموروث العريق. مرحبا بالإخوان. قلب واحد وعزم واحد. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام يحضرون هنا أبطال الخليج. ياهو شوط مثير ياهو شوط مرتقب. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقة قادمة واسم قادم يكون برغش بن محمد بن برغش المنصوري من المملكة العربية السعودية. شوط طال انتظاره شوط طال انتظاره وعاشت جماهير هذا الشوط تترقبه من كل مكان. يا إلهي على الأعصاب. هذا وافي وهذا الخاطر وهذا أبو ماضي وهذا أبو عبد الوهاب وهذا أبو تركي وهذا أبطال الخليج. الله الله الله. يا سلامي عليكم سلام سلامي للجميع سلام. يا هالقطر يا هالقطر منا تحية والسلام. في دوحة المضيوم والمجد العظيم أبهرت والعالم وعيا لا ينام. أبهرت والعالم وعيا لا ينام. أثبت أن العالمية في الصميم. في دوحة في دار في دار أخو روضة وفيها مال لام. في دار أخو روضة وفيها مال لام. دار التميم دار بن ثاني تميم. ألهامه القامة سليل أهل المقام. يا خيل العليا ويا الشيخ الزعيم. وهدي تحياتي تحية واحترام للشيخ أبو حمد وللشعب الكريم. الله الله. ياهي عالمية يا أخوان ياهي عالمية. بدوحة الجميع قلوب العالم تجتمع بدوحة الجميع. نعم مشاهدينا متابعين الكرام. إثارة إثارة إثارة. لا قلت إثارة إنه شوط النخبة الذي يحضر في مهرجان مرمي 20-24. يا سلام على هذا الحضور على هذا التجمع على هذا التكاتف على هذا القلب الواحد والعزم الواحد. برغش بن محمد المنصوري. يا برغش يا بن محمد أين التاريخ اليوم؟ هل يغادر
أو يبقى بالدار، أهل الأرض لن يتنازلون عن هذا الشوط، أبطال تميم المجد لن يتنازلون عن هذا الشوط. لمن التاريخ يا كاتب التاريخ؟ لمن التاريخ يا كاتب التاريخ؟ علينا جاي، علينا جاي، حضر أقلامك وصفحاتك. ولمن التاريخ اكتب اكتب، لكن روح مع عبد الله بن عامر بن دي الكعبي. الذيب يا الذيب، يا الخاطر يا الخاطر الذيب، هذا أحد أبطال الذي حضروا أمس في هدد التحدي. أحمد بن عبد الله الخاطر مسمي طيره الذيب، اللي تأهل معنا إلى اللكسس، وسلام يا أبو عبد الله سلام. الذيب يحضر الآن مع أبو عامر الكعبي، بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله وعلى بركة الله. شوط النخبة النخبة النخبة، يذيب 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 الذيب يذيب، سلام يذيب سلام سلام يذيب سلام سلام يذيب سلام سلام يذيب سلام، الذيب الذيب الذيب. التوقيت الزمني يا إلهي، ياهو شوط، ياهو شوط ناري، ياهو شوط مثير، شوط مثير، نعم مثير. لكن المنصوري يحضر الآن، قشام يحضر والمنصوري يحضر، بسم الله. ولا المري محمد بن عايض، محمد ولا برغش، لحد الآن الاسم محمد بن عايض بن علي الغيث. المري يحضر الآن، المري يحضر، بأبو عايض يحضر، محمد بن عايض المري. مزيون يا مزيون، مزيون يا مزيون، حضر الآن بقرناس حر. جعل فاله التوفيق يا رب العالمين، جعل فاله التوفيق يا رب العالمين. يحضر يحضر مزيون، مزيون يلا يا مزيون، جعل فالك التوفيق يا رب العالمين. مزيون يا مزيون، مزيون يا مزيون، بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه. مزيون يا مزيون، أبو عايض يطالبك بالسلامات، يطالبك بالسلامات أبو عايض، أبو عايض يطالبك، بسم الله عليك، بسم الله عليك وحواليك. مزيون يا مزيون، مزيون يا مزيون. التوقيت الزمني، التوقيت الأخير، عطني التوقيت، عطني التوقيت مع مزيون، عطني التوقيت مع مزيون. راعي هدب عينه ليا نص خده، عين شقرند دوب انطلق من خيوطه، شاف الحباري ثم راعيه حده، شاف الحباري ثم راعيه هده، وغدا تقول القى عنهم خيوطه. الله يوفقكم يا سقاقير. مزيون يا مزيون، نراقب ونتابع التوقيت الزمني المزيون. وهذه انطلاقه وهذه الاعاده، هذه الانطلاقة، عطني التوقيت الزمني. لحد الآن ما ظهر معي التوقيت، نراقب ونتابع هل يكون في تغيير بالمراكز. لحد الآن المثلث الذهبي مع أبناء الدوحة، مع أبناء الدوحة، المثلث الذهبي مع أبناء الدوحة. ونسيم الدوحة يسوى عند الخليج يروحه، يا سلام يا أبناء الدوحة. نراقب ونتابع عامر عمران بن فالح النعيمي الحاسم، أبناء الإمارات. الحاسم يحضر، هذا عليه ترشيح، وهذا الطير ما شاء الله تبارك الرحمن. عمران يا عمران، حاسم يا حاسم، هل تحسم الشوط ولا لن يتنازل عن هذا الشوط أبناء الدوحة؟ حاسم يحضر يا أخواني، حان الوعد يا حاسم، حان الوعد يا أبو فالح، حان الوعد يا ابن الإمارات العربية المتحدة. أين التاريخ اليوم؟ التاريخ لمن اليوم؟ 22 يناير 2024، من هو صاحب هذا التاريخ في شوط النخبة؟ من هو صاحب هذا التاريخ في شوط النخبة؟ يا الله نتوفق الجميع. الشوط اليوم ما فيه إلا نار وشرار، الشوط اليوم ما فيه إلا قوة وإثارة. نراقب عمران بن فالح النعيمي بقيادة حاسم، هل يحسم الشوط؟ هل يروح بتوقيت زمني متقدم؟
نراقب ونتابع، نراقب ونتابع، هل يكسر عالم التسعتاعش؟ بسم الله وعلى بركة الله وتوفيق حاسم، حاسم يا حاسم، حاسم وحاسب، حاسب للتيم حاسب، احسب للتيم احسب، الله يا حاسم، حاسم الحاسم، الحاسم الحاسم، النعيمي النعيمي، ابن الإمارات ابن الإمارات ابن الإمارات، أين التوقيت؟ حاسم الحاسم الحاسم، التوقيت الزمني التوقيت الزمني، يا إلهي يا إلهي، نار وشرار نار وشرار نار وشرار، التوقيت الزمني، مركز ثالث عمران مثلث ذهبي، مركز ثالث يا إلهي، مثلث ذهبي، حاسم الحاسم مثلث ذهبي بتوقيت زمني 19922 جزء من الثانية، نراقب ونتابع. خليفة بن محمد بن جابر الحنزاب يحضر الآن، باقي معنا ثلاث كروت وينتهي هذا الشوط الذي لازال متصدر هذا الشوط، عبد الله بن سعيد المري، عبد الله بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري المتصدر التاريخ لحد الآن مع عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد على عرش الصدارة، عبد الله بن سعيد التاريخ باسمه لحد الآن، خليفة يحضر الآن، خليفة رقم 23 المتسابق، رقم 23 خليفة بن محمد بن جابر بن عايض الحنزاب، سامح يا سامح، سامح يا سامح، سامح يلا عطنا قوتك عطنا إثارتك، بسم الله عليك وحواليك، سامح يا سامح، سامح يا سامح، بسم الله عليك، فرح حر ما شاء الله عليه، سامح يا سامح، سامح يا سامح، وين يا سامح؟ نراقب نتابع، سامح التوقيت الزمني، لمن يا ابو علي، لمن يا ابو علي، سامح يا سامح، سامح يا سامح، التوقيت الله التوقيت 18، يا إلهي يا إلهي، قلب الموازين قلب الطاولة، غير غير بعالم 18، سامح سامح سامح، الله الله، ب 18 860 جزء من الثانية، خليفة بن محمد بن جابر بن عايض الحنزاب بقيادة سامح، سامح 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 سامح، يا إلهي يا إلهي يا أبو سعيد، لا والله سامح، وين 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 غيرت رقمه؟ لا يا إخواني، ليه في عالم 18 لكن التوقيت ما طلع صح؟ لا إله إلا الله، قوة وإثارة يا إخواني، قوة وإثارة، تحمسنا شوي، تحمسنا في عالم 18 لكن ترجع الأمور كما كانت، كما كانت يا أبو سعيد، عبد الله بن سعيد المري على عرش الصدارة. يا هذه الابتسامة، ابتسامة ابتسامة، محمد آخر متسابق يا مخرجنا، العبرة بالخواتيم، أبناء الدوحة، أبناء الدوحة في عرش الصدارة، ونسيم الدوحة يسوى عند الخليج روحه، يا إلهي يا إلهي، لمن التاريخ مع أبناء الدوحة؟ التاريخ اليوم في شوط النخبة مع أبناء الدوحة، بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه، بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه، محمد بن خباب بن مجرم بن محمد النعيمي العاصي 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 العاصي، بسم الله وعلى بركة الله، نتابع ونراقب، العاصي العاصي العاصي، بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله عليك العاصي، روح يا العاصي، روح يا العاصي العاصي، الانتصار مع أبناء الدوحة، الفوز مع أبناء الدوحة، سلام يا أبناء الدوحة، سلام سلام يا أبناء الدوحة، سلام سلام يا أبناء الدوحة، سلام سلام يا أبناء الدوحة، سلام،
الله الله الله، انتصار مع ابناء الدوحة. الكاس يبغى بالدار، الكاس يبغى بالدار، الكاس يبغى بالدار. يا هل قطر منا تحية والسلام في دوحة المذيوم والمجد العظيم. أبهرتوا العالم وعيا لا ينام، واثبتوا ان العالمية في الصميم. في دار أخو روضه فيها ما لام، دار التميمي دار بن ثاني تميم. ألهامه القامة سليله للمقام، يا خيل العليا ويا الشيخ الزعيم. واهدي تحياتي واحترام للشيخ أبو حمد وللشعب الكريم. والف ألف 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 مبروك لأبو سعيد على هذا الانتصار، عبد الله بن سعيد المري الذي انتصر بهذا الشوط. راح الشوط مع أبو سعيد، وسلام يا أبناء الدوحة، سلام سلام لهذا الانتصار، سلام. نعم مشاهدينا متابعينا الكرام، كنت ناقلا وواصفا لهذا الشوط، كنت ابتدى بالشوط زميلي يوسف الجهني، وختمت هذا الشوط بانتصار أبناء الدوحة معكم خالد بن حامد الجهني. ألتقيكم إن شاء الله في مسابقات قادمة وتحدي قادم مع مهرجان مرمي 2024. السلام عليكم. مرحبا بكم، ولا زلنا متواصلين مع التحديات مع المنافسة ومع التوقعات اللي تغيرت. طبعا نشوف الكابتشر الأسماء المتسابقين اللي فازوا معنا اليوم: عبد الله بن سعيد بن قطيان المري بطيره تو، وعبد الله بن عامر بن ديه الكعبي ويستاهلون النوف، وعمران فالح حمد محمد النعيمي، وكان متوقع للطير ده الحاسم أنه يدخل في الثلاث مراكز ويستاهل. طبعا معاوضين الأخوان اللي ما الله كتب لهم، والطيور اللي ما تأهلت، الطيور اللي غابت إن شاء الله أن غيابها غياب خير، وأن لها إن شاء الله نشوفها في منافسات خارجية إن شاء الله أفضل. الحمدان، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك حق أخواني الفازة، وأبارك حق وسعيد، وأقول له ألف مبروك، وحق أبو عامر وحق عمران أبطال وتستاهلون، وطيور أدت، وهاردك حق الباقين. طبعا بينتقلون حق بطولة جاية إن شاء الله اللي هي في أبوظبي، وعقبها بطولة دبي. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله جميع إن شاء الله. أداء البطولات قوي، البطولات الله يعينهم جاية، والمحافظة على المستوى صحيح هي المهم، كما توقعنا الشاهين حسمها، شاهين حسمها، ولو أن فيه شواهين ما الله كتب لها توفيق، ارتفعت اليوم، ارتفعت صحيح. وكان في كان فيه مبين حتى بعض الهددات فيها نوع من التوتر، صحيح فيها استعجال، فيها توتر، فيها صحيح. ما ادري انتم سولفين قبل الهدد، وكان فيه حماس زايد خلق التوتر لانك تكون على الستارت وعجل وتبغى تهد. بس قبل ما يسالفون بدون اي شيء، الشوط اللي هو النخبه سوي ربكة شوي، تسوي ربكة صحيح. زين، ما يكون ان هذا مثلا استعجالا انك تشوف الطير انه متهيئ، فما عاد عندك انك تنتظر عليها وتأخره، ولا لازم انك كمتسابق محترف انك تثبت؟ شوف الطير ما يطلع الا في ستارت صحيح، هو مش ربكة بمعنى الربكة، لا يعني استعجال، استعجال استعجال، تبغي تخلص، تبغي تخلص من الشوط ها. حين نتمنى لهم التوفيق طبعا، ومبارك لهم، ومعاوضين طبعا. عندنا طيور ما شاء الله، طيور أسماءها كلها ما دخلت النخبة إلا هي نخبة صحيح، لكن أعتقد أن التوقعات في طير أو طيرين ما صبت عليها الترشيحات، وتمت أهم شيء، تمت النخبة. وهي اللي موجودة اللي هي للأمانة عبد الله بن سعيد عبد الله بن ديه، أساميهم موجودة صحيح. ولكن الطيور كانت لها في أسامي غير صحيح. صحيح. كانت هي المتوقعة، لكن الله يبارك لهم في حلالهم. آمين. وإن شاء الله إن شاء الله أنها تحافظ على المستوى، إن شاء الله أنها تقدمهم في بطولات جاية أفضل. أخواني اللي شاركوا معنا من دول مجلس التعاون الله يحييهم، إثراء للبطولة ودعم وتواجد، لكن معاوضين إن شاء الله البطولات جاية والخير جاي، ومثل ما كانوا اليوم في قطر بكرة إن شاء الله أخوانهم عندهم بيقدموا لهم نفس ما قدموا، نفس ما شافوا، ونفس ما كانت مراكز متقدمة وكان الجميع متعاونين عليها. نتمنى لهم كلهم التوفيق. طبعا ما يفوتني أني أشكر أخواني اللي
اللي جملوا الهدد يوسف بن ناصر الجهني وخالد بن حامد الجهني معلقين البطولة. أشكر أخي سعد الحمدان المهندي على حضوره وعلى طبعا تحليله للبطولة. ولو نحن نبغي منك أزود يا سعد، ما احنا متخلصين منك، ما عاد في غيابات إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى التوفيق لإخواني كلهم. شكرا لكادرنا اللي موجود من بدري لتغطية هذه البطولة، شكرا لمخرجنا عيسى الصليطي المبدع دائما. تقبلوا تحيات أخوكم علي بن نورة، مع السلامة.